الجزئيات، وإن كان يعلم بالجزئيات فهذا يستلزم التغير في علم الله. عزيزي، هذا الإشكال ترى صار له فوق 1000 سنة، توك التسامح به. ماكو شيء فهم عزيزي. يعني هو الإنسان الذي يضع في ذهنه حقيقة الوجود الإلهي يفهم بشكل واضح وصريح أن الله لا يعزب عن علمه ذرة. ولكن هل يتغير؟ لا، الذي يتغير هو الموجود الممكن، الموجود الذي يتأثر. الوجود الإلهي يتأثر؟ لا. الوجود الإلهي يتبدل؟ كلا، الله صرف الوجود. هذا الكلام اللي تسمعونه من والله يتغير، هذا الكلام يعني ما له قيمة. هل يجوز للزوج أن يهين زوجته أمام الأطفال؟ لا يجوز ذلك. هسا أمام الأطفال ولا غير الأطفال؟ لا يجوز له ذلك. التقي يا عزيزي حكم شرعي. الإنسان أحيانا يكون هناك خطر على حياته، فعليه أن يكتم عقيدته، يكتم فكرة، يكتب اسمه، ممكن يكتم أي شيء. وبالقرآن موجود التقي: إلا أن تتقوا منهم تقات. وهي حكم شرعي، مرة يكون واجب، مرة يكون حرام، مرة يكون مستحب، مرة يكون مكروه، مرة يكون مباح، حالة من حال أي حكم شرعي آخر. التقي حكم شرعي. نعم عزيز، الاستطاعة موجودة، الاستطاعة موجودة. جاوبت جاوبت. لا يجوز للزوج أن يهين زوجته أمام الأطفال ولا بدون أطفال، لا يجوز له ذلك أساسا. متى تكون التقية واجبة؟ عندما يكون الإنسان في خطر محدق بحياته يجب عليه أن يتقي، يجب. أنا دخلت إلى مكان مسجد، فجأة وجدت هذا المسجد مسجد ناس مخالفين، إذا أصلي صلاتي قد أتعرض للقتل، أصلي صلاته ما قال. قالوا لي: هل أنت